الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل إلى 268 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بعد أن بلغ متوسط الصادرات 359 ألف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغ 6,170,000 برميل يومياً، مرتفعاً بمقدار 936,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه. أعلن سوق الأوراق المالية في العراق عن إيقاف نشاطه لمدة يوم واحد الموافق على الأحد، وأضاف السوق أن جلسات التداول ليوم الأحد لن تنظم استناداً لقرار مجلس الوزراء الحكومي بإعلانه عطلة رسمية بمناسبة أعياد نهاية العام، مضيفاً أن ممارسة النشاط ستتم بعد العطلة الرسمية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل. قال رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا إكرام كوكتاش إن النظام الاقتصادي التركي سيشهد تعافياً سريعاً عام 2022 مع انحسار تأثيرات وباء كورونا. وذكر كوكتاش أنه يتوقع أن يحقق قطاع البنوك التشاركية نمواً يفوق 20% خلال عام 2022 مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي التركي أبدى ردة فعل سريعة خلال جائحة كورونا، وأظهر أنه مستعد تماماً من ناحية البنية التحتية التكنولوجية. تصدر وقود توليد الكهرباء قائمة السلع الأولية الأكثر غلاءً في عام 2021، مدعوماً بقلة الإمدادات وقوة التعافي الاقتصادي مع تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في العالم. ورجح محللون اقتصاديون أن يظل الطلب العالمي على السلع الأولية من الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية قوياً في عام 2022 في ظل استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، مستبعدين في الوقت نفسه حدوث قفزات كبيرة للغاية في الأسعار. رجح محللون لأسعار النفط ألا يتجاوز سعر البرميل 75 دولاراً خلال العام الجديد بسبب التداعيات المحتملة لمتحوري إيميكرون. وتوقع المحللون أن يصل سعر البرميل من خام برنت 73 دولاراً و57 سنتاً للبرميل، بينما يتوقعون أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام 71 دولاراً و38 سنتاً للبرميل في عام 2022. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز، دمتم بخير.